ممكن انت ساكنه تمدوا هنا زياد 120 في السماء ديال الساكنه ديال في الجامعه ديال القلاع هو كل العصا ديالها واحد ساكن في ساكن لا يعرف المدينه وجالس ومفرج فينا احنا كمجلس الجامعه تنبروا باللا مبالاه ديالو للساكنه ديال القلاع والمشاكل الجامعه ديال القلاع لا يعقل انه للمره الثانيه على التوالي يتم استدعاء المدير الجهوي باش يحضر ناقشوا هذا الاشكال هذا ولقاو ليه حلول ولكن ما تيحضرش وما تيعتذرش وما عرفناش السبب ديال الغياب ديالو. اليوم الساده الاعضاء جميعا اغلبيهم معارضه احتجوا على عدم حضور المدير الجهوي وتم تاجيل هذه النقطه هذه وكذلك احداث لجنه مؤقته اللي غادي تسهر على اعداد واحد التقرير على جميع الاختلالات وجميع الاشكالات اللي تيعرفها التدبير ديال قطاع الماء بالمدينه ديال القليعه. المشاكل اللي تتعاني منها القليعه بدايه هو هذوك الانقطاعات المتكرره ديال 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 الماء الصالح للشرب على الساكنه بدون اي اعلان. المساله الثانيه وهو المشكل ديال 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 الاشغال اللي تدارت في الصفقات السابقه ديال الريزو ديال التوزيع ديال الماء على صعيد التراب الجامعه. مساله اخرى وهو عدم استكمال ربط باقي المنازل بالماء الصالح للشرب. باقي الناس اليوم باقي ما عندهمش الماء ما يشربوا، باقي كاين اللي هو باقي مستفد مع الجماعه، كاين اللي باقي غير واخذ الماء من عند الجيران ديالو. هذا اشكال كبير. اليوم خصنا المدير الجهوي اللي يجي يناقش معنا هذا المشكل هذا ويتخذ معنا فيه قرار ويعطينا برنامج ديالو زماني للحد من هذه الاشكالات كامله. في الحقيقه عنده مجموعه ديال التبريرات والاهم فيها هو ان السيد المدير لا مازال ما عرفش يعني المستوى ديال المشكل كتعيشوا الساكنه ديال القليعه في هذا القطاع هذا ديال اللي هو القطاع ديال التدبير ديال الماء الصالح للشرب. لو كان عارف كان سبقنا الدوره اليوم وجمعت 9 الصباح قبل 10. صيفط لنا مجموعه الاخوه المحترمين اللي هما الممثلين ديالو. هاد الناس هادو حنا راه عايشين معنا المشكل هما وحنا عايشين معاهم لسنوات. حنا استدعيناه كشخص كمسؤول اول على المستوى ديال الجهه ديالنا اللي بيدو سوارت باش يحل المشكل في اسرع وقت ممكن. وبالتالي المبرر ديالي هو انه ما عرفش المستوى ديال المعاناه ديال الساكنه ديال القليعه كما حنا عايشينها هنا في القليعه.